جريمة الإعدام جريمة شنيعة وكبيرة بحق هذان الشابان ضحيتا التعذيب الخليفي في السجون. هذان الشابان أصلا ماتا من التعذيب. الشهادات التي ذكرتها هيومن رايتس ووتش مثلا كانت شهادات فظيعة. مثلا علي العرب تعرض إلى التعذيب وتم قلع أظافر رجله وتم صحبه بالكهرباء. أحمد الملالي ظل يعاني من آثار رصاص في جسمه وبقي قرابة الشهر لم يتم علاجه بل تعذيبه وهو في داخل السجون. هذا الحديث، هذا الكلام، هذه الحقائق، هذه الأدلة لا يتحدث فقط عنها نشطاء حقوق الإنسان أو المعارضة، هذا ما تحدثت عنه منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بين الأمم المتحدة، وقالت بأن محاكمتهما محاكمة جائرة. لكن في هذه المحاكمة الجائرة وفي هذه الجريمة إذا ارتكبت سيتحمل وزرها حمد بن عيسى السفاح في قادم الأيام عاجلا أم آجلا، لأن إراقة الدماء والاستخفاف بأرواح الأبرياء جريمة لا يمكن أن تفتخر. وأن ما يدعيه النظام الخليفي من تطبيق للقانون هو محض كذب وافتراء. فأين تطبيق القانون من قتل الشهيد علي الشريع؟ لماذا لم يتم إعدام من قتل الشهيد فاضل المتروك؟ لماذا لم يحاكم من فجر جمجمة الحاج عيسى عبد الحسن؟ لماذا لم يتم توقيف من قتل الشهيد رضا أبو حميد؟ وهكذا عشرات الشهداء الذين قتلوا في شوارع البحرين وفي التعذيب في داخل السجون، لماذا لم يتم محاسبتهم؟ أنتم تسفكون الدماء هذا اليوم وغدا ستحاسبون، ونحن متيقنون بأن الانتقام الإلهي سيحل عليكم في هذه الدنيا قبل يوم الآخر.